انت عم توقف عم تفكر منطقي. لا مثلا وقت وهيك وقف بضل يحكي يتحرك وما بطول كثير بها لانه كله حياه كله ديناميكيه. ما بعدين ما فتت انه اول شيء بعدين عم تغلبط بالمشي عرس صبيعك بلش لشوف شيء. ليش هيك عم تكحفلي هيك؟ لا عم تعمل لي لبرا حبيبي لبرا لبرا اجراك بالنسبه لازم اوكي ايه لبرا اجراك لبرا وعرس صبيعك هيك يعني فتحه لبرا عكس عكس خرب مطلق طلع شوي طلع لبرا هيك اوكي ايه مش كده عرس صبيعك هيك كده اوكي بيرجع بحط لي كعب اجره لا لا يا حبيبي هيك ايوه رجع هيك ايوه هيك 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 مش على كعب اجرك لا هو عشان بنطلون خيي ما تقول لي عشان بنطلون شو قبل امبارح انا صار لي 20 سنه بعلم بقول لي عشان بنطلون ما جانيش نوم يلا لشوف ايوه 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 اوكي هل اني فوت مرح فوت يعني العاب اخلق ايقاع باجريك بابا 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 فيك تخلق او فيك تعمل بابا 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 يعني ارقص اخلق ايقاع اخلق لحن وعمله بايقاع يعني ارتجل جرب لشوف بابا 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 ايه ليش دي ما هيك فيك تقول عم تتمسخر بابا بابا فيك تتمسخر هيك بس خليني اترك لك بابا بابا اوكي 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 برافو بدك تفلت بجسمك ها هل نكسر لي الحركه باب 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 وسع حركتك اوكي فيك تعمل بدك ايه فهمت كيف فيك تعمل باب 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 اوكي يعني بدك تقول لح اسمعوا بالمشهد بدكم تفوتوا فيه تقلكم شغله هذيك المرة ما بعرف مين عم يغني منكم بالبرايم بطل يطلع صوته عشان المشهد من بعد ما رقص بطل يطلع صوته بده ما بصير بهذا المشهد بدك تطلع بدك تتحرك بدك يقطع نفس ما بيقطع نفس لانك ما بتعمل حركه كان جاي زحف بتضلكم قاعدين هونيك لو ما بينزلكم على الرياضه لو ما بينزلكم على السباحه بتضلكم قاعدين بالتخوت وبالكنبيات ما بيصير ما بيصير على بكره بكير قوم واعملوا دق سباحه وطلع نشط معقول عندك بسين هون ما 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 الشباب ما بيحمسوا مين بده يحمسك انت حمسهم يا ميشيل انت الـ انت الـ بعدك مين المسؤول انت لو ما صح لو ما انا ما صحي ما يقوم بتقوم بتوعيهم كلهم سوا بكره على بكره وبتزتهم على السباحه بكير قوموا العبوا تسلوا بتتنشطوا وحيد بكره ما بنلحق ليش شو عندكم برايم انجا نقوم نتروق بدق الجرس اي ساعه بتقوم قبل بساعه من الكور طيب بتقوم قبل بساعه وربع بتعمل غطسه هون وبتقوم يلا فهمت شو سمعت فهمت شو بدي فهمتوا شو بدي بدي تفوتوا اول شيء خلقين ايقاعكم عم تغنوا مش هيك بعدين تحكوا بعدين للحظه من اللحظات توقفوا بتقرر انت تغني وبتغني اغني اغني تغني تغني فيك بلش بدي اطلب منكم فيك مثلا مالكم هي كمان هو كمان ممكن بلش فيكم ممكن تغني كالشخصيه وممكن تشيلها ايه ممكن تغني كالشخصيه بترجع بعدين تشيلها وتكمل غنيتك بس بتبلش بالقناع بالاول يعني ادخل كوميدي وفجاه اوكي لا ما راح اعيش جو لا بتضلك بهذا يا اخي اعطيني شي غنيه مين بغني لي بقناع غني لي بقناع حط القناع وغني بلش بلش بتبلش بالغنيه بالاول حسب ما الموقف اللي عم بتقوله اذا عم تتردد فيها اذا عم تتمسخر بتبلش فيها هيك مش هيك ترجع بعدين بكل جديه بتشيلها انه هيدا انا الممثل واكمل بلش ايه يعني ما انه اسكت اضل مكمل الاغنيه اصلا بلش ايه اوكي طيب الاغنيه وش هي زيديني عشقا زيديني وقف وقفت من بعد ما لعبت هاي بالاخر وقفت غني لي زيديني عشقا بس زيديني عشقا زيديني يا احلى نوبات جنوني زيديني
اوكي عامل برافو زيديني لا غلط لا قال لك ليش ليك شو الايقاع شو بسيط الحركه زيديني عامل لك رجع سير كشفها فرجيها عينيك فرجيها مينك انت جرب لشوف زيديني عشقا زيديني يا احلى نوبات جنوني زيديني بوز عامهلك زيديني غرقا يا سيدتي ان البحر يناديني زيديني موتا بمين عم تطلع بالصرصور ما انا واقف هون او خذ لك شي وحده منه نحكي معها مو صعبه اطالع وجهك وقول زيديني عشقا طيب احكي طلع فيها طلع فيها طلع فيها معقول تطلع بالصرصير اي احسن لا لا قاعد اطلع بشكلي قاعد ما تطلع بشكلك شكلك تعيس طلع بشكل وحده حلوه زيديني غرقا على الموت سوري بس اذا يحييني ستوب شو يعني سوري برمت له ظهرك لا صاحبته يعني مع بعض I don't want to broke his heart اوكي اوكي معلش يلا محلك جوزيفين باش شو طالع عبالك انت تعملي يلا اطلعي الله يقبل الله يلا شو بك ساعتين لتلبسي؟ عم فكر شو رح اعمل لا لا اسمعي شوي يا خولة قلت لك انا يا بسمة حبيبي انا ما قلت لك ترتجلي هلا شيء انا هلا قلت انه بدك تفوتي تفرجيني اذا عم تعملي المشي مزبوط بدك تفوتي تفرجيني لحظة فرح بجسمك فهمتي كيف؟ اه اللي بدك اياه ما بعرف وبدك تعملي لي فريز بدك تسمعي بدك تضحكي بدك تخافي بدك تبكي هلا انا ما علمت كل الخوف بس بهيك الخناقه عم زعمي اوكي ممكن يعمل اوكي هلا بخليكي تعمل بدك تخاف بجسمك مثلا انا ما عمل او مثلا عم يترجع الصوت اللي صعب نطلعه اه صعب نطلعها مدربين عليه يا ايه ماشي الحال اوكي كم صارت في المجال هذا؟ انا بتعرف بدي لكم شغله اسمعوني شوي هو جوزيفين طلع شوي بدي لك شغله انا دارس مسرح بشكل عام مش مسرح اخراج تخصص دارس 10 سنين مع دكتوراه الى اخره مش هيك بس هيدا الصف عمل فيه ورك شوب 20 يوم بس كل يوم 6 ساعات ورك شوب فهمت كيف؟ بس في بعدين انت الوركشوب بيعطيك انت بعدين انت وسجيتك فهمت كيف؟ انت يعني انا اعمل لك تمتع انت مثلا وقت تعطيك المسرح هداك السيكولوجي الواقعي تيجي بتهرج لي اعطيتك مسرح بيفتح لك مجال للتهريج فلوت فهمت كيف؟ انا مثلا هوني ما في حدود القناع يخفي لذلك انا محمي تحت القناع وانا امثل القناع ممكن يعمل لذلك انا باخذ راحتي ها وبصير وانه انا بتجي فكره واضحه انه عم ترجيها ببكيها دخيلك وبزحف انه بزم يعني بتجي صوره معينه وبصير جسدها بحركتي فلتو سمعتوا هلني اليوم ما عندكم شيء قعدوا تسلوا كل واحد طلعوا مرنوا بعض اعملوا نمر فكروا لي بنمره لبكره كل نمره يعني اتيود يعني انتام ها فكروا لي بنمره لبكره كل واحد موضوع نجمع فيها كل لا ما بتجمعوا فيها مثلا بتقول لي انت جاي مثل ما انا عملت انه شفت هلني جيت خبرتكم انه عن الدجاجه انت ممكن تخبر غير شيء ممكن جاي عم تخبرني عن حبك بس بدك تكون الغنيه ملائمه تلاقي ممكن تجي تخبرني انه فايت عم تعمل مصيبه تخبرني يا لطيف ونازل دموع عم تبكي مصيبه وبعدين تطلع انه هاي المصيبه مثلا انه شيء تافه تمام نحن نضحك منها فهمت كيف طلعت المصيبه مثلا واه 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 ما بعرف شو عم تبكي لو بتشوف شفت الدبانه تجوز الدبانه ما ضحكتوا مثلا اكيد ما راح تضحكوا يعني فهمت بهالمعنى عطيت انا تفاجأت انه ما ضحكتوا وبلش اغضب انه شو بدكم لضحككم
انه فيلي تجوز فيني؟ مبينه بس حدا شايف دبينه عم تتجوز دبينه؟ انا شفتها. طيب ليش عم تبكي يا ارلوكينو؟ ايه مزبوط، لا عم ابكي نسيت. عم ابكي؟ ايه ليش عم ابكي داخلكم؟ ما بعرف ليه عم ابكي. ذبحني ضهري. خليكم هون، عم تصعب علي؟ يعني كل الاحتمالات ممكن تطرح على حالك اسئله وانت تجاوب حالك، فهمت كيف علي؟ ترجع برجع، لا يا معلمي لا دخيلك يا معلمي، مش عم اجي استلمك انا، بس حبيت ضحكك تاخذ مبرر انه رح يضربك معلمك. انا هربت هربت هربت. اوكي دخيلك معلمي، اوكي ها انا هلا رح ابسطك خبرك خبريه نكته حلوه، يلا يلا بتصير تبرر لانه كيف عم تبرم وتبرر، بدي اغني لك غنيه الى اخره. يعني حوار مع نفسي بس مسموع للاخر. مع نفسي ومعك انت، بفطر انت معلمي وبصير افكر عنك انا. ما احيانا بتصير شو بك عم تطلع فيا، زعلان مني؟ لا هلا بخبرك دخيلك، بصير يستبق الامور. فهمت كيف؟ خادم والمعلم، انا المعلم وانتم الخادم. فهمتوا كيف تلعب شخصية الخادم؟ فهمتوا علي؟ وتبرر كيف فلتوا، بس خذ موضوع محور تقدر تتشعب منه وما تخاف. انتوا عم ترتجل هون ممكن يجيك موضوع تاني وتمده. فهمت كيف علي؟ عم تصابوا؟ بلشي يا بسمة. جوزيفي يلا يا بسمة. وانت صب 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 صب، شو عم تعملي لي بعينيك زيكزاك هيك؟ ما حدا بيشوفهم هولي، هيدا الجمهور اللي قاعد ما رح يشوف، بدك تقشع بالخناع. تبرمي علمتك كيف، مش هيك سيكولوجيك ما رح يشوف. سي با تياتر سيكولوجيك، سي با تياتر رياليست، منه مسرح واقعي. يلا اوكي بس ما علمتك كيف تقشع، ما تعملي لي ما عملتي عم برمت. طلعت اوكي، الماسك عم يطلع، القناع عم يطلع. بعدين فوتي، ما حلوه الغنيه، فوتي بس كسري اخوتي بجسمك. اخوتي بتعرف شو يعني اخوتي؟ لا جني. جني بتعرف شو يعني جني؟ انهب. شو بعمل يترجم لك اياها عادي محلك؟ يا بردون عادي ورا البرابون بلشي. لا زاهر ممكن يترجم لها لانه هم جنب ال خلص كنت بدي بسرعه امام. يلا اكلات 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 اكلات. اوكي طلع شو بدي اقول لك، بدك تعملي برمي هاي كلها فرح. يلا الحين مو شرط نوصل للمرايه صح؟ ايه مش ما في برضه، ليش كلكم تجوا بتوقفوا قدام المرايه بتسرقوني؟ قعدوا بالنص لتحكوا معي. شو دخلك انت؟ انا عجبني هون. نعم؟ انا عجبني هون. لا رح يعجبك بالنص هون، برمي وطعي على النص. يلا. هوب شفتيهم هني هون عم يتفرجوا علي. طلع احكي معي معلمك. يلا تحكي عم معلمي جيبون حزين. مالك شو بجمهور؟ كارثه. بتعرفي اني كارثه؟ بدي 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 اسعى ليكون هاي النمره بالايفال وتشوفي رح تصيري تتقيمي على اساس التمثيل. ما انا بس قيم على اساس التمثيل. اوكي رجعي عيدي. خليكي محلك، التعتير بالاخر، هو المعترين بالاخر بزبطوا. اوكي الكوارث خليها للاخر، برجع بشتغل معهم. طلع يا باش. مين مع الكوارث؟ طلع خليني فرجيني كارثتك. طلع اصلا ما خليني مع الكوارث. يا رب دخيلك. خير امرئ عرف قدر نفسه. احترت معكم، لا تمثيل سيكولوجي واقعي بيمشي حالكم ولا هذا. بدي تجرب. بعرف صعبه، بدي اياكي اسمعي، ما بدي اياكي انه تحطي ضوابط. انتوا اطلع علي يا باش، جماليه هالنوع من المسرح انه بيفتح لك مجال تفلت بجسمك، تفلت بانفعالاتك، تمثل تضخم. فهمت كيف؟ يعني انه ما تحط ضوابط لحركتك. فهمت كيف؟
انت وزاره كونتراكتين مشنجه متشنجه وما تفوتي